بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع ولي كبير وإمام عظيم من المدرسة الهاشمية، تلاميذ سيد محمد الهاشمي الشاذلية، ألا وهو الشيخ شكري لحفي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وهذا الرجل آية من آيات الله، وجمع صفات يخيل إلى الإنسان أنها من المتناقضات. هو صوفي كبير، عالم جليل، قارئ من الطراز الأول، خطاط بارع من أوائل الخطاطين في سوريا. والغريب الذي لا يعرفه كثير من الناس عن هذا الرجل الذي هو من الأبدال، رجل أديب شاعر في اللغة العربية، وهو أيضا من هواة الأدب الفرنسي وممن يتقن اللغة الفرنسية كأهلها ويكتب فيها، وله تأثر ببعض الأدباء الأوروبيين مثل فولتير ولا مارتين وهؤلاء. الشيخ شكري لحفي صاحب هذه المواهب العظيمة، شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق في أيامه، يسأل عنه كثير من الناس، وفي أذهان كثير منهم ذلك التصوف الأرستقراطي إن صح التعبير، الشيخ الذي هو من ربما يكون إلها صغيرا أو نصف إله يمشي على الأرض، مع الأسف الشديد في أدعياء التصوف هذا في كل مكان، ولكن الصوفية الصحيحة موجودة بفضل الله تعالى، وهذا الرجل يعني حجة من حجج الله على خلقه. الشيخ شكري لحفي رحمه الله، قصتي معه يعني كانت بلسان الحال وليست بلسان المقال. هذا تدخل وتسأل أين الشيخ، ففي حارته في حيه، وكان يعني حينما زرته كان في حي الشاغور، الناس يسألون من الشيخ، قل الشيخ شكري لحفي، من الشيخ شكري لحفي، يعني ليس مشهورا عندهم. ثم تسأل عن رجل مسن يحمل عكاز بيده، نعم هذا بيته هنا، فهم لا يعرفون أنه شيخ، ليس عليه شيء من مظاهر المشيخة والبهرجة وكذا. الرجل يعيش في غرفة تحت درج، هل يعني لفقره؟ لا، لزهده في الدنيا، وسأذكر أمثلة على هذا. تسأل عن الشيخ وين الناس من الأقطار يأتون الشيخ شكري لحفي، له كتب مشهور جدا، يسألون عنه فيقال في المسجد الفلاني، أين هو الشيخ؟ ينتظرون أن يكون في صدر المجلس، الشيخ أين هو؟ الشيخ هو ذلك الرجل المسن الذي يحمل الماء ويسقي الناس، وبقي على هذه السنة يعني وقد قارب 100 سنة، مذ كان مريدا عند شيخه السيد محمد الهاشمي التلمساني رحمه الله، إلى أن قارب الوفاة هو الشيخ هو الذي يسقي الناس الماء بنفسه، ويصر ولا يقبل إلا أن يسقي الماء بنفسه. هذا هو التصوف الصحيح. ولد الشيخ رضي الله عنه في دمشق في باب سريجة، من عائلة يعني متوسطة الدخل. والده رحمه الله كان يعمل حذاء، رأى في ولده النجابة، أرسله لطلب القرآن الكريم، حفظ القرآن، أتم حفظه في السنة 9 من عمره، ثم أخذ الشهادة الابتدائية في حي القيمرية بدمشق. رحل بعد ذلك مع والده إلى حلب، مات أبوه بعد ذلك، عمل مع أخيه قليلا في بيع الصوف، تعلم الخط العربي وأتقنه على يد كبار خطاطي دمشق في تلك المرحلة، بل ربما من كبار خطاطي العالم، يعني ممدوح الشريف، حلمي حباب، محمد بدوي الديراني رحم الله الجميع. ثم دخل الكلية الشرعية وحصل على الإعدادية. بعض الناس يستغرب كيف كلية شرعية والإعدادية. الكلية الشرعية هذا قديم في دمشق، يعني هي معهد
رسمي كان يعني يخرج الأئمة والخطباء وكذا، لم تكن جامعة، يعني ألغيت تماما ربما في السنة التي فتحت فيها كلية الشريعة في جامعة دمشق، يعني أظن سنة 54، يعني توقف هذا وخرج كثيرا من علماء هذا المعهد الكلية الشرعية، وكان معهدا قويا. يعني حدثني بعض الأساتذة ممن درس فيه قال لي، يعني كنت أقرأ في الكشاف للزمخشري فرأيت واحدا من الشيوخ مراني هكذا، قال ماذا تقرأ؟ قلت له الكشاف، قال افتح صفحة الماء، يقول ففتحت، فقال اقرأ سطرين، فقرأ سطرين ثم أتم الشيخ من حفظه. يعني كان الأساتذة فيهم من يحفظ الكشاف للزمخشري، ليس متنا صغيرا، كان يحفظ كتاب الكشاف للزمخشري. فالكلية الشرعية يعني قام على أنقاضها معهد الفتح الإسلامي بعد أن أغلقت، يعني بعض الشيوخ أخذهم الشيخ محمد صاحب الفرفور رحمه الله، ويعني يعني وغير أولئك الشيوخ، ففتح بعد ذلك معهد الفتح الإسلامي. الكلية الشرعية دخل فيها حصل إعدادية، انتسب بعدها إلى الكلية العلمية الوطنية لتعليم الدرس والخط والرسم، طبعا هذه غير موجودة الآن، كانت في ذلك الزمان، وهذا تقريبا في العصر الفرنسي، يعني حينما كانت سوريا تحت الاستعمار الفرنسي. نجح في مسابقة فعين معلما في حلب ثم في درعا ثم في دمشق، بدأ في القرى كعادة النظام عندنا في سوريا، الإنسان يبدأ في القرى ثم بعد ذلك يحولونه إلى المدن، هذا الكلام قديم جدا ولا يزال تحت الاستعمار الفرنسي. الشيخ رحمه الله حمل السلاح كشيخه الهاشم رحمه الله وشيخ الثاني عبد الرحمن الشاوري، كل أولئك الناس نعم، وهناك صور لسيدنا الهاشم رحمه الله يحمل البندقية الفرنسية ورجل جاوز 80، الشيخ محمد الهاشم التلمساني له صور وهو يحمل البندقية وكان يقاتل الفرنسيين في الجزائر، ثم نفي إلى الشام هو استقر في الشام، فرضي الله عنهم جميعا، يعني هذا الجيل الرعيل المبارك رضي الله تعالى عنهم. يعني الصور الهاشمي في السلاح دون 80، يعني دون 80 سنة نعم. حمل السلاح وانتسب إلى المقاومة الشعبية، بعد ذلك عين في منطقة الأشرفية في دمشق، صار بعد ذلك مديرا لتلك المدرسة، كان يرتزق من التدريس لأنه معلم وبقي يأخذ راتب المعلم حتى بعد التقاعد سنوات طويلة. يعني الحقيقة مصدري لكثير من هذه المعلومات وحفيده ابنته حيدر جزاه الله خيرا، أمس يعني أثقلت عليه وبقيت تكلمت معه اتصال طويل يعني إلى آخر إلى وقت متأخر من الليل، يعني أنا يعني أخذ منه معلومات، فهذه معلومات موثقة إن شاء الله 100%. طبعا في أشياء موجودة ومنتشرة على الإنترنت، أنا لا أكتفي بموضوع الإنترنت لأنه في أشياء تكون خطأ، يعني مثلا مكتوب في الإنترنت في كل المصادر أن الشيخ كان يتقن اللغة الفارسية، وهذا غير صحيح، لأني أنا كان بعض إخواننا الذين يترددون عليه من أساتذة كلية الشريعة قال لي الشيخ كان يتقن اللغة الفرنسية وكان له استدراكات حتى على المناهج وكان يحفظ شعر وكذا، يعني رجل يعني أديب من الطراز الأول، فمكتوب في الانترنت انه يحفظ يتقن الفارسيه، لا هو يتقن اللغه الفرنسيه نعم، وله تاليف في هذا، ورايت خطه امس وخطاط في العربيه وفي الفرنسيه، رايت له كتابات في اللغه الفرنسيه، يعني غايه في الابداع رحمه الله عليه نعم. كان يقيم دورات للخط، الشيخ ذكي نبيه لطيف جميل المنظر ازرق العيون نعم، كلامه جميل دائم الابتسام، حريص جدا على تطبيق سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحركات والسكنات، شديد التواضع، وهذه مسألة لا تحتاج إلى دليل، يعني ذلك وكل صور الشيخ يعني أو أكثر صور الشيخ وهو يسقي الماء، يعني الشيخ يسقي الماء. وسألت حقيقة عن السر في هذا، يعني في أثر موجود في السنة يقول إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء، وفي الحديث يعني أن مسلم في صحيح مسلم هذا أن امرأة بغيا يعني من بني إسرائيل رأت كلبا
يعني يكاد يأكل الثرى من العطش، فدخلت إلى البئر ونزعت له بموقها، الموق يعني مثل الجراب لكن مثل الجوارب ولكن من جلد، فنزعت له ليس عنده وعاء، فنزعت له بموقها وسقته، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. فكان شائعا عند الصالحين هذا، إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء، كان كثير السقيا للماء. ومذ كان يحضر درس شيخنا وسيدنا الهاشمي رحمه الله، شيخ مشايخنا الهاشمي، بقي على هذه إلى أن صار الشيخ شيخ الطريقة، وهو لا يزال يحمل هذا. هذا درس عملي للناس الذين لم يروا إلا الصورة الشوهاء للتصوف. ما هي الصورة الشوهاء للتصوف؟ التصوف هذا الذي تصوف الملوكي الأرستقراطي، هذه صورة ليست معروفة وبدعة، بدأت في هذا العصر، بدأت يعني ربما في آخر 30 سنة ليس أكثر. قبل ذلك كثير من الشيوخ الذين يعيشون في أبراج عاجية كانوا يعني متواضعين، وكانوا يعني من عامة الناس، يعيشون في وسط الناس. أما هذا التصوف الذي في الأبراج، هذا الشيء لا نعرفه، يعني يعيش الصوفي أو شيخ الطريقة في أبها، ربما لا يصل إليها رئيس البلاد، يعني هذا شيء غير معروف. نتأول، نحسن الظن، ماشي، هذا يعني واجبنا الشرعي. لكن التصوف الصحيح الذي نقرأ عنه في الكتب هو هذا التصوف، ليس ذلك التصوف تصوف البزنس اللي هو والتجارة والمال. عرض على الشيخ أن يكون مديرا لمعهد القراءات، أباه لا يحب هذه المناصب وكذا. عرضوا عليه في المغرب في مراكش أن يكون مشرفا على الخط، يبدو عندهم هناك معهد أو مؤسسة أو كذا، فطلبوا أن يكون الشيخ في يعني مشرفا فرفض. تركيا أرادت أن تكرمه على أنه من الخطاطين الكبار، والشيخ هو عربي أصيل ولكنه في ولادة كلس، كلس يعني تاريخيا تتبع الشام، وهي منطقة يعني عربية، أنطاكيا وما حولها هذه يعني فيها عرب وأتراك، زمان لا يوجد عرب وأتراك، هي دولة واحدة، هي الخلافة العثمانية، لكن هذه الأقليم يعني إداريا عين تاب وكلس وكذا، هؤلاء أثناء الدولة العثمانية كانت تتبع قضاء حلب، فهي يعني دولة واحدة. الشيخ نعم ولد في كلس، ليس ولد، أصله من كلس، ليس هو ولد في دمشق في باب سريجة، لكن أباه وجده ربما يكون ولده في مدينة كلس يعني في أنطاكيا. فأتراك حاولوا تكريمه على أنه من كبار الخطاطين، فقال لي يعني حفيده بالأمس، قال مالي فاضي، يعني هكذا ليس عندي، يعني لا يهتم بهذه الأشياء. وحينما كرم على أنه واحد من الكبار القراء، حصل حفل تكريم رسمي رعته الدولة في سوريا، حصل أمر غريب. طبعا الشيخ يرفض هذا تمام الرفض، فبعض الناس وبعض من قرأ عليه القرآن أمره بالحضور، قال أنا أنت يعني أنت قرأت علي فأنت يعني تحضر، قال تمام أحضر. فجاء ليحضر، جاء الشخص الذي أعطاه الدعوة، قال يعني أخبرني بهذا، قال هذه عدة دعوات، واحدة لك وعشرة لمن تحب لحضور الحفل، حفل التكريم. يقول فأخذ الشيخ واحدة، لا سوى، أخذ واحدة فقط. قالوا لماذا واحدة؟ قال هذا حتى يدخلوني. يعني إذا رأوا الشيخ وهيئة الشيخ متواضعة، ربما لا يسمحوا له بالدخول، والحفل من أجل تكريمه هو، الحفل من أجل تكريم الشيخ، فخشي أن لا يدخلوه إذا رأوا يعني تواضعه وحياة الفقر التي كان يعيشها. نعم، تم الحفل، وزارة الأوقاف في سوريا الدولة منحت لكل واحد من القراء 100 مليون ليرة سورية، المليون يعني في ذلك الزمان أكثر من 20,000 دولار بقليل. الشيخ رفض أن يأخذها أبدا، لم يأخذ هذا، كان أحد رجال المال في دولة عربية، تبرع لكل واحد من هؤلاء القراء بكيلو غرام من الذهب، سبيكة وزنها 1 كيلو من الذهب لكل واحد من الشيوخ الذين حضروا. الشيخ رفض أن يأخذها، فأصروا عليه، وأيضا الشيخ الذي قرأ عليه قالوا تأخذ هذا، يعني هكذا بالأمر، يعني الشيخ أخذها إلى بيته، ويقول كأني أدخلت النار إلى بيتي، لم يستطع النوم في تلك الليلة.
انتظر حتى جاء الفجر فأخذها وأعطاها، قال تصرفوا فيها، يعني تصدق بها أو أرسلها، يعني لم يدخل، لم يعني حقيقة الشيخ شكري اللحفي رحمه الله أتعب من جاء بعده. يعني إذا سألت عن الصوفية، الحمد لله أن رأينا الصوفية، الحمد لله أني رأيت الصوفية قبل أن أرى شيوخ الطرق في هذا الزمان، أو بعض شيوخ الطرق حتى لا نعمم، التعميم غلط. حينما رأيت الأبهة التي يعيش فيها بعض شيوخ الطرق، ورأيت القصور الفارهة التي يعيشون فيها، والنفقات التي تنفق من أجل الخدم والحشم، ليس من أجل الشيخ، النفقات التي تنفق من أجل الخدم والحشم، ها، رأيت شيئا مذهلا. طبعا كلهم يرتزقون باسم الشيخ، الشيخ لا يأخذ شيئا. كرم لم يأخذ المال، تصدق به، أنفقه، نعم هذه طريقة الشيخ. وكان يرتزق من كسب يده وهو الرجل المسن، كان خطاطا ويكتب لوحة واحدة فقط، ولوحة بثمن رخيص، يعني 100 ليرة سورية، يعني 2 دولار هكذا، يعني يشتري بها أشياء بسيطة جدا. لكن أخبرني حفيده قال الذين يطلبون منه لوحة ويدفعون له 2 دولار يضعون ما شاءوا من أصفار ويبيعونها بعد ذلك، يعني 100 ليرة تكون آلاف الليرات وتباع باسم الشيخ، أنا عليه خط الشيخ وتوقيع الشيخ. يعني هو كان يأخذ أشياء بسيطة وليس من أهل الطمع وليس من أهل يعني الدنيا. الشيخ رحمه الله يعني من كتبه كتاب المروج الخضر في براعم الشعر، هذا يعني نظم الشيخ، يعني كان يعني ينظم الشعر والديوان الشعري. أيضا له قصتان أدبيتان، يعني كان فنانا على يعني من أهل يعني أديبا من كتاب القصة. القصة الأولى اسمها يوم الثلج، وهذه يتحدث فيها عن حالة حصلت معه، كان مع أمه مع عائلته في بيت ريفي، فنزل الثلج عليهم وغطى كل شيء وطمروا بالثلج، نعم، يعني قصة لطيفة قصيرة. له قصة ثانية اسمها أسطورة شلال، يعني تبين فلسفته في الحياة، عزلته عن الناس، لما يعني كيف يعيش، نعم. فالحقيقة يعني شخصيات متناقضة، لا أقول شخصيتان، الصوفي الذاكر أهل القراءات متقن القراءات العشر ومن يعني قراء الأربعة والخمسة الأوائل في سوريا، في الوقت ذاته هو أديب يقرأ للامارتين ولفولتير، يقرأ باللغات الأجنبية باللغات الأوروبية، لا يقرأ باللغة لا يقرأ الترجمات، ويقول أنا تأثرت بهؤلاء. أيضا تأثر من أدباء العربية بالمنفلوطي، يقول أنا أحب المنفلوطي، وأيضا أحمد شوقي تأثر بهما كثيرا. الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم، حضر دروس الشيخ الأكبر المحدث الأكبر بدر الدين الحسني رضي الله عنه، وقلت في لقاء سابق أهل دمشق إذا قالوا الشيخ على مدى سنوات طويلة تطلق على الشيخ يعني الأكبر محي الدين ابن العربي، مثل الثريا للنجم ومثل الكتاب لكتاب سيبويه، إذا قالوا قال الشيخ يعنون به الشيخ بدر الدين الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشيخ أدرك دروسه وحضرها، كما أيضا حضر على الشيخ السيد محمد مكي الكتاني وهو من كبار علماء المغاربة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حضر على الشيخ محمد سعيد البرهاني والشيخ حنفي، الشيخ برهاني أيضا حنفي، فحضر على الشيخ محمد سعيد البرهاني وهو أيضا شيخ الطريقة الشاذلية بعد شيخه الهاشمي، لكن أخذ عنه الفقه وكان فقيها مشهورا معروفا يعني من كبار الصالحين. أيضا أخذ على الشيخ حسن حبنك الميداني قرأ عليه، وعلى الشيخ ملا رمضان البوطي والد سيدنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وشيخه الأكبر يعني وملهمه والذي تربى عليه هو الشيخ محمد الهاشمي، وكان يحبه كثيرا، فيسألونه يعني من أكثر الشيوخ الذين أحببتهم، فيقول مباشرة على الفور السيد محمد الهاشمي. فيقول طيب يعني من الآخرين من يعني أهل العصر الذين لقيتهم، فيقول فأطرق الشيخ قليلا هكذا قال، ثم قال محمد الهاشمي مرة أخرى، فهو الشيخ محمد الهاشمي من الناس الذين يحبون.
الشيخ محمد الهاشمي على ما تواتر من أخباره وذكرت في اللقاء الماضي في ترجمة سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري. الشيخ محمد الهاشمي آية من آيات الله، وسنفرده إن شاء الله بتسجيل خاص. يعني هذا فقيه مالكي من الطراز الأول، مصنف في العقيدة، له عدة قريب من ربما قريب من 15 كتابا. الشيخ محمد الهاشمي جاء إلى دمشق لتواضعه يبحث عن رزق. ماذا يتوقعون؟ أن الشيخ عمل بوابا لعمارة لشدة التواضع، هكذا يعني إذلال النفس. ولو تكلم بكلمة واحدة الشيخ الهاشمي الدنيا تتحرك، وحقيقة جميع أصحابه ورثوا عنه التواضع. الشيخ شكر الله حفي أخذه من الشيخ يعني الهاشمي. الشيخ عبد الرحمن الشاغوري تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، أخذه عن الشيخ الهاشمي. وأيضا الشيخ شكر الله حفي أتم الطريق على الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، أيضا أخذ من سيدنا عبد الرحمن الشاغوري وكان خليفته بعد وفاته. يعني الأبرز، الخليفة الأبرز هو الشيخ، الخليفة أقول وارث حاله كان الشيخ شكري العفي، أعطى كثيرين الشيخ الشاغوري. الشيخ أحواله عجيبة كثير الذكر. يعني حدثني حفيده بالأمس قال يعني حينما كنت أنام معه أقرأ لي يبقى هكذا يذكر اسمه مفرد الله حتى ينقطع النفس، ويبقى هكذا يقول أنا من وهو متى استيقظ، كل ما استيقظ في يتقلب أسمع منه الله هذا حتى ينقطع النفس، وحينما استيقظ استيقظ على ذلك. يعني هذا يعني الذكر على لسانه دائما عدا القرآن، وهو قارئ من القراء الكبار ومن المتقنين للقراءات العشر، ولو كتاب اسمه تحفة العصر في القراءات العشر الصغرى والكبرى والقراءات الأربعة الشاذة. تحفة العصر في القراءات العشر كتبه بخط يده، ليس بخط المطبعة لأنه خطاط، فكتب هذا الخط حينما أهداه الحبيب عمر بن حفيظ اليماني الرجل الصالح. قال بهذا، قال تحفة العصر أهدانا تحفة العصر، تحفة العصر أهدانا تحفة العصر. نعم. كرامات الشيخ كثيرة، وأعظم كرامة هي الاستقامة. من الكرامات الظاهرة في حياة الشيخ أن كل إنسان يؤذيه سبحان الله الله تعالى يعجل بعقابه، وهذا يعني مشهور والقصص كثيرة جدا. ما من إنسان يؤذي الشيخ إلا ينزل به بلاء مباشر. أتاه أحد الناس وقريب له يعني قال له أنت رجل ضال. فالشيخ ماذا فعل؟ قال نعم كلنا نعم أنا ضال. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، سنضل يعني سنضيع في هذه الأرض، أجسادنا تتفتت وتذوب في هذه الأرض، هذا معنى ضل يضل هنا. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني بعد الموت سنعود مرة ثانية. فقل نعم أنا ضال بلا شك. فأخذها بلطف، وقلنا الشيخ كان عنده دعابة، لكن هذا قلة أدب، الشيخ كبير يقول له أنت ضال. ما أن لبث أصابه مرض خطير وكان يتألم منه أشد الألم، وسمع الشيخ بمرضه. بعد ذلك أخفوا عنه هذا أن الشيخ يعني مات الرجل. في نفس اليوم الذي مات فيه الشيخ سأل زوجته وأولاده ومن حوله ما فلان ما الذي حصل، سكتوا. قال فقال لهم الشيخ وحده، قال الآن ارتاح لن يتألم بعد اليوم، يعني الله تعالى ألهمه كشفا يعني فراسة. نعم هناك ناس ينتظرون لي بالمرصاد، كشفا يعني فراسة، والفراسة كتب عنها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين بحثا طويلا، وذكر يقول لو شئت أن أكتب من فراسة ابن تيمية شيخه ها المجلدات لفعلت. يعني الكشف هذا ليس بدعة وضلالة وكذا، نعم يعني دائما يعني نحن في زمان الجهل، فلا بد أن يعني نبين كل كلمة ولو كانت أوضح من الواضحات وأجلى من البينات. من تواضع الشيخ رحمه الله، وهذا لم نسمع به عن واحد من القراء في زمانه، طبعا قراء الشام
ودمشق بالذات، بلاد الشام جميعا ودمشق بالذات، وهذه حقيقة بسبب وجود التصوف في دمشق، وهذا الشيء لا أعرفه إلا في بلاد الشام. طبعا موجود بلا شك، موجود في بلاد كثيرة، لكن أنا أعرف بشكل خاص تقريبا معظم قراء الشام صوفية، وكبار القراء كانوا الذين أدركناهم أكثرهم، ليس كلهم، أكثرهم صوفية، في واحد وهابي كذا أو نصف وهابي، في اختلاط يعني، مرة يكون وهابي مرة صوفي، يعني مثلا يأتي إليه الوهابية فيشتم الصوفية، يأتي إلى الصوفية أثنى على الشيخ شكري لحفي مثلا، وأثنى على الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، وقال هذا التصوف الذي نحترمه. يبدو الرجل يعني عنده عقدة من أحوال بعض الصوفية الذين يعيشون في بهارج الدنيا. نعم، لكن أغلب مشايخ القراءات في الشام كانوا صوفية، وكانوا لا يرتزقون أبدا من القراءة، هذا أمر متفق عليه عند قراء الشام بفضل الله تعالى، الذين هم أهل التصوف منهم ما كان يقبل أن يرتزق من القراءات أبدا، كان يقرأ الناس لوجه الله تعالى وما يأخذ. يعني سمعت من الشيخ أيمن سويد يروي عن الشيخ، شيخي الشيخ أبو الحسن الكردي، والشيخ أبو الحسن الكردي أظنه من أقران الشيخ، نعم من أقران الشيخ، يعني قرأ يعني اشترك معه مع الشيخ شكري لحفي، يعني كان بينهم مقارنة، يعني كان يحمل أكياس سكر وأشياء وكذا، يعني رجل كبير السن الشيخ أبو الحسن، أدركته كان كبير السن، فيقول يعني أنا مشيت خلفه حتى أخذ الأشياء منه، يقول فصرفني وما قبل أن أحمل معه أبدا، ورجل مسن، ما السبب في هذا؟ حتى لا يأكل دنياه بدينه، يقول هذا يقرأ علي، يخدمني إذا من أجل القراءة. لاحظ ورع الصوفية، هذا أولى الصوفية، يعني لا يقبل مساعدة يسيرة من طالبه خشية أن يكون هذا على حساب الدين. كان عند قرية اسمها عربين في دمشق، عربين لا أدري بسبب التسمية، لكن قد تكون يعني رومانية قديمة وقد تكون عربية من جمع عرب، عربون وعربين، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا احتمال، الله تعالى أعلم، لأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العربون، فعربون يعني جاي من الأعراب، يعني أصله عرب، هل هي هكذا لا أدري. فقرية عربين هذه كان يأتي إليه كثير طلاب، واحد اثنان ثلاثة يقرؤون عليه في بيته، والشيخ لا يمنع واحدا من القراءة. يعني جاء إنسان يقول أقرأ، قال تتصل هل شكري موجود بالهذا البيت، إن قالوا نعم تأتي مباشرة، لم أرد عليك اطرق الباب، لم يعني يفتح لك الباب قف عند الشباك وقل يا شكري يا شكري وأنا أفتح لك الباب، هكذا يعني يرى نفسه إنسانا بسيطا، لا يرى نفسه شيخا ولا قاريا. جماعة عربين اجتمعوا فصار مجموعة كبيرة، فقال لهم الشيخ أنتم صرتم كثير، لا 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 أنا أتي إليكم، لا تأتون إلي. الشيخ يعني ما أقول أنا أتي لكم، يعني كم عمر الشيخ؟ الشيخ يعني قريب من 100 سنة، الشيخ يعني ذهب يرى لكن يعني لا 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 يستطيع أن يقرأ، ولا يرى هذا الباص أو السرفيس الذي يمر، لا يعرف ما كتب عليه لكبر سنه، فماذا كان يفعل هو خطاط؟ يكتب كلمة عربين كبيرة هكذا ويعلقها هكذا، فالناس يعرفون، فيرى السائق أن هذا يريد عربين، فينزل له يركب السرفيس حياة الفقراء ويصل لعربين، يدرس الطلاب يقرون عليه ثم يعود إلى دمشق. نعم، هذا شيخ الطريقة الشاذلية رضي الله تعالى عنه. قلت الذين يؤذونه، يعني كل من آذى الشيخ يعني سبحان الله نزل به بلاء، وحتى أيضا تصور عند شخص ما صورة، هي أثناء القصف الفرنسي للشام، حصل فرنسا حقيقة يعني دمرت أحياء من دمشق قبل أن تخرج، يعني عندهم الذخيرة مليئة، هذه الدولة المتحضرة صاحبة حقوق الإنسان والكذا، يعني قبل أن تخرج من دمشق ماذا فعلت؟ جميع المخازن من السلاح أفرغوها على الناس حتى لا يأخذها فرنسا، دمروا بها بيوت أهل دمشق. فأحد الناس يصور، فالشيخ تصور عنده فقالوا أعطني الصورة والنيجاتيف،
النيجاتيف يعني الذي هو الأصل الذي ينسخ عليه ما قبل. حاول الشيخ وغضب الشيخ سبحان الله، ذهب من هنا فجاءت قذيفة أحرقت الدكان، أحرقت الدكان وذهب كل شيء فيه. القصص من هذا كثيرة جدا. هذا حفيده أخبرني بالأمس، قال كنت أنام عنده، تخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية، قال كنت أنام عند الشيخ فالشيخ تأرق، يقول مادة الشعر الحديث الحقيقي هي مادة حقيقة يعني مادة سيئة بكل معنى الكلمة. الشعر الحديث خاصة على الطريقة التي تدرس بها في الشام، هي أولا الشعر الحديث يعني عبارة عن هو اللا انتظام، يعني يكتبون سمعوا أن الشعر الفرنسي كذلك الشعر الإنجليزي كذا، فصاروا يكتبون لكن ليس للعرب، يكتبون شعرا على طريقة الغربيين لكن بلسان عربي، فكان الطلاب يتعبون منها جدا. لماذا؟ لأنها لا توافق العقلية العربية. فيقول هذا نقرأ، تعبت كثيرا في هذه المادة. يقول الشيخ أنا أسهر من أجل الاختبار غدا. يقول الشيخ استيقظ من نومه وقال يعني أنا تأرقت، فتح الشباك أغلق الخزانة هكذا تحرك حركات يعني يريد أن يموه شيئا، أن يعطيه رسالة غير مباشرة لكن على طريقة التمويه. قال والله الإيحاء والتصوير، الشيخ يقول له الإيحاء والتصوير، فيعني أوحي إلي شيء، فتح الشباك، تصورت إغلاق الخزانة، هكذا عبارات يعني لا معنى لها. فيقول أنا انتبهت، إيحاء فقرات مبحث الإيحاء والتصوير، فجاء السؤال في الاختبار الإيحاء والتصوير فنجحت، يعني هذه كرامة للشيخ، يعني أعطاه الجواب بشكل غير مباشر. أحد الناس أحد طلاب العلم قرأ على الشيخ فقال له يعني زوجته قالت كان في حاجة في ضائقة ما، قال يعني أنا أعطيك الأساور الذهبية تبيعها ويعني تفك الأزمة أو يحتاج حاجة معينة. يقول فذهبت إلى الشيخ، والله لا أحد يعلم إلا الله تعالى ما حصل بيني وبين زوجتي. ذهبت إلى الشيخ، يقول أول ما دخلت فرآني، قال لا 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 نريد أساور، لا يكون للمرأة عليك من مشكلة، النساء إذا منت عليك بالمال مدى الحياة ستقول لك لا 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 تبيع الأساور. يقول الشيخ من عادته كان لا يحب التلفزيون وكان يحارب التلفزيون، فقلت له يا سيدي أبيع التلفزيون، قال لا. يقول غريب، يعني كل ما يأتي إنسان يقول بيع التلفزيون، قال أبيع التلفزيون، قالوا لا لا تبيع التلفزيون. فقالوا أنت بعد أن تخرج زوجتك تفتح تسمع القرآن الكريم. يقول وحتى يقول أنا نفسي لا أعلم، أنا نفسي لا أعلم ما يحصل في بيتي، يعني ما موبايلات، ما في رجل كبير السن حتى الهاتف الأرضي فقط وقريب من 100 سنة. يقول ذهبت فقلت لها ذلك، قالت والله ما يعلم إلا الله تعالى، فعلا أن تخرج أنت يبقى التلفزيون مفتوحة على القرآن الكريم. واحد أو نفس الشخص ربما يقول فتحت محل حلويات فسألت الشيخ ماذا أسمي، أسمي الدكان، فقال ما هو أقرب جامع إليك، قلت جامع الفاروق، جامع الفاروق. وهذا تقليد موجود في بعض الناس في دمشق بالذات، يعني غالبا محلات الدجاج واللحم وكذا تسمى بأسماء المساجد القريبة، لأن الحي يأخذ اسم، الحي يأخذ اسم المسجد، هذا كثير في دمشق. فقلت سميه حلويات الفاروق، قال لا لا سميه الفاروق، سميه حلويات العمري. يقول أنا استغربت، يعني العادة حلويات الفاروق باسم المسجد الفاروق، فقال لي حلويات العمري. يقول فذهبت إلى الحي وإذ بي دكان آخر اسمه حلويات الفاروق، فالشيخ يقول سميه حلويات العمري. كان وجدوا في بيته الذي انتقل منه كما أخبرني حفيده مكتوب عبارة قديمة قبل الثورة السورية بكثير، يقول الدعاء هكذا مكتوب بلوحة خط الشيخ خطاط، الدعاء يوم 15/3، ما كان الشيء هذا مفهوما. حصلت الثورة السورية والكارثة السورية التي دمرت البلاد والعباد في يوم بدأت في 15/3، فكان لوحة قديمة للشيخ يكتب فيها
يعني الدعاء 15 3. كان يلتقي به الشيخ البوطي كثيرا، يزوره في البيت دكتور سعيد البوطي، وسمعت هذا الحقيقة من أكثر من مصدر، حتى خادم الشيخ ليس حفيده أيضا أخبرني من الشيخ البوطي لا يكاد يخلو أسبوع من اللقاء والاتصال بالشيخ شكري، وقال له باللفظ: يا شيخ شكري أنت مجاب الدعاء، أدعو لي. يقول فذكر أشياء هكذا بينهما، فيقول هذه أجيبت هذه أجيبت، هكذا يتكلمان. يقول لكن بقي بينهم تجاذب، أنت تدعو لا أنا أدعو، أدعو لي أنت تدعو لي. فيقول فرفع يديه: اللهم اجعل الشيخ سعيد بوطي يدعو لنا. هكذا فكان بينهما يعني وداد وحب. نعم، وسمعت أنا أيضا من الشيخ البوطي حينما وقف موقفه الذي عاب عليه كثير من الناس، قال يعني إذا للشيخ شكري: إذا أمرتني بالسكوت واللزوم البيت أفعل. فقال له: لا استمر. وكان يتألمان جدا من المسلسل الذي عرض في التلفزيون السوري الذي هو ما ملكت أيمانكم، الذي يسيء القرآن والإسلام وأهل الدين والمحجبات. نعم، هذا المسلسل كان بداية الكارثة، والشيخ البوطي كان يرى أن هذا سبب البلاء، فكان يعني يدعوان أن يرفع هذا المسلسل لله، كان الله لم يجب هذا الدعاء. لكن قالوا القضية الفلانية لا أريد أن أذكرها، قضايا مهمة جدا يعني ربما تثير حساسيات في البلد داخل سوريا، القضية الفلانية كذا تقضى، هذه قضية تقضى كذا، لكن هذه إيقاف المسلسل لن يقضى، يعني لم يجب الله سبحانه وتعالى الدعاء. الشيخ صاحب دعابة وينظر إلى حال السائل وشخصه ووضعه، يقول اجتماع كبير رجال ونساء وكذا، يسألوني: حدثنا عن التصوف. فكيف حدثهم عن التصوف؟ قرأ النشيد الوطني الفرنسي باللغة الفرنسية بإتقان ومشى، قال هذا هو التصوف. يعني ماذا يقصد؟ رأى في الناس عقلية غربية، رأى خلودا إلى الدنيا حبا لها تأثرا بالحضارة الفرنسية، قال هذا التصوف الذي تريدونه. التصوف ليس بالقيل والقال، ليس بالكلام. على كل حال، الشيخ كان آية من آيات الله، كان حجة الله على عصره. الشيخ كان من الأبدال. أنت تقول أبدال، إذن أنت كذا صوفي. الأبدال جاءت في كلام الكبار، والإمام السيوطي له كتاب اسمه ماذا؟ القول الدال على وجود الأقطاب والأوتاد والأبدال. والإمام الشافعي سئل عن بعضهم فقال: كنا نعده من الأبدال. وهذا كثير في كلام السلف، إذا سئل عن رجل الصالحين قالوا: كنا نعده من الأبدال. واحد الناس مرة صار يهزأ بي حينما قلت الأبدال، وكان عندنا مكتبة الشاملة، قلت افت اضرب كلمة الأبدال، أذكر على ما أذكر في كتاب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو غيره، أحد الكتب التاريخية الكبيرة المهمة، قلت اضرب كلمة الأبدال، فوجدنا أكثر من 40 نتيجة في كلام السلف والأئمة في وصف الناس من أبدال. نعم، الشيخ من أبدال الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه سمعتها من أكثر من واحد. الشيخ شكري لحفي كنا نعده من الأبدال، والشيخ أحمد الحبال رحمه الله أيضا من الأبدال. كثير يوجد عدد من أهل الشام هم من الأبدال، يعرفهم الناس، والذين لا يعرفونهم أكثر بكثير. نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا به تحت ظل عرشه. توفي الشيخ رضي الله عنه في دمشق يوم السبت 2 تشرين الأول، أو عفوا ليس 2 تشرين الأول، لا توفي يوم يعني يوم السبت 2 من شهر 10 في الهجري، ليس تشرين الأول، أنا ظننتم بميلادي، سنة 1436 تقريبا. هذه في سنة 15، نعم في 2015 كنت أنا هنا وكتبت يعني نعيا للشيخ، ويعني تكلمت عن بعض مآثره نشرت وقتها. نعم، كان ثاني أيام عيد الفطر يعني في شوال، نعم في شوال، في يوم الثاني من شوال سنة 1436 أظن، هذه توافق أظن 18/7
18 أظن 18 أظن ظنا ليست متيقنا في 18 تموز، ودفن في دمشق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجمعنا به على التقوى. ونسأل الله جل جلاله يعني أن يمن علينا بأن يجمعنا بالمزيد من الصالحين من أوليائه في تمام اللطف والعافية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.